زي ما بنقول كل يوم بطوله آلة اسطوره، بنفرح على طول وحاجه رائعه جدا. حابب تقول ايه الاول الكابتن حمدي الصافي؟ 4 بطولات، الدوري، بطوله افريقيه، بطوله العربيه، وكاس مصر. معالي الوزير، حابب تقول ايه الكابتن حمدي؟ الف الف مبروك، ومبروك للجهاز الفني والجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه هم معودين على كده، معودين على كده، ما شاء الله دايما بيكسبوا، دايما كده موفقين، ودايما كده بيلعبوا تملي على البطوله وعلى الكاس. فالحمد لله الف الف مبروك، ان شاء الله كده يبقى اللي جاي كمان احسن. احنا مش عايزين نقف على بطوله وبس، لا، مزيد من البطولات بمشيئه الله الفتره الجايه، وان شاء الله كده يكون اللي جاي احسن، ونطمن على الكابتن محمود الخطيب. يمكن رساله من قناه النادي الاهلي، ان شاء الله كابتن محمود بخير، وباذن الله رب العالمين يرجع بألف مليون سلامه، ودعواتكم ليه بالشفاء ان شاء الله باذن الله، ويرجع ينور كرسي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي باذن الله. عايز اخد من حضرتك رساله برضو للابطال افريقيا الرجال، والتنظيم الرائع والمميز اللي اشاد بيه كل رؤساء البعثات، بدايه من الدكتور عمرو علواني اللي يمكن سجلت لقاءات كتير جدا مع سفراء دول، قالوا احنا هنرجع نكتب تقارير بلدنا للنادي الاهلي تنظيمه كل البطولات، ده بينعكس علينا ازاي كنائب رئيس النادي الاهلي عمرو بيه؟ والله بص هقول لك على حاجه، يمكن الحمد لله الاثنين اعضاء مجلس اداره مميزين جدا، محمد الجرحي ومحمد الضماطي، الحقيقه نجحوا ان هم الحقيقه في يمكن اول اختبار ليهم داخل مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يعملوا تيم ورك مع بعض. كان في شيء جميل كمان ان ما في ترفع عن مين رئيس اللجنه، مين نائب رئيس اللجنه، الناس بتشتغل مع بعضها، مجموعات كبيره جدا من العمل، يمكن ضخ عدد كبير جدا من شباب النادي الاهلي، من اعضاء النادي الاهلي، حتى الاحتفاليه كان في جزء من الولاد المشاركين في مكتبه النادي الاهلي، عرض الباليه المائي، عرض الباليه الجمباز، الكلام ده كله، كل القصص دي كلها، اعتقد الولاد كانوا مميزين جدا ونجحوا بالفعل في الحقيقه في اختبار قوي جدا ان احنا ننظم بطولات على مستوى طيب، واعتقد ده شيء مهم جدا لينا الفتره جاي، لان في ملف كبير بيدار اللي هو السياحه الرياضيه، والنادي الاهلي ازاي بقى ليه دور وطني في دعم الملفات والبطولات واستضافتها واخراجها بشكل طيب جدا. يمكن عندنا برضو بطوله السفارات، دوري السفارات، عندنا مزيد الحقيقه من البطولات الفتره الجايه، ومزيد من التنظيم، وافضل وافضل، وكلها لخدمه بلدنا ان شاء الله دايما يا رب العالمين. الله يخليك فندم، ميرسي جدا للسؤال. مبارك طبعا من جديد.